أن هناك موضوع خطير يجب أن نتحدث عنه، يتعلق بواحد المخطط راه يسهر عليه عبد القادر حداد ناصر الجن، هذا اللي راه يسهر عليه، وأيضا الآخر اللي يتمثل في جبار مهنا. عبد القادر حداد راهم في فترة معينة كانوا يعملون من أجل إعاقة العهدة الثانية لتبون، هذه الحقيقة، وكانوا يقومون بتسريب المعلومات لواحد الشخص، واحد المدون صغير موجود في لندن ليس لديه قيمة إعلامية ولا قيمة أخلاقية ولا قيمة سياسية ولا قيمة مالية. أنا لا أريد، أنا أعرفه شخصيا وجاني وزارني وأعرف عنه الكثير، ولكن لا أحب أن أدخل في الأمور الشخصية والعلاقة الشخصية اللي كانت معي، ما يهمني الأمر اللي يعرف الناس، لا أدخل في الأمور الشخصية، لكن ما يهمني أنه هذا الشخص تقرب من عائلة خالد نزار وصبح صديق اللطفي وكانوا يسربونه في المعلومات. من أخطر ما أعطوا لهذا المدون الصغير في لندن، أعطوا له ملف وصور وفيديوهات وأشياء أعطاهم له خالد نزار واحتفظ بهم، وقال له في حالة إذا رجعت الجزائر وتم المساس بي ولا بواحد من أفراد عائلتي أو عندك السلاح. يتمثل في ملفات خطيرة، منها ملف تيغنتورين، أنه يتحصل على كل الفيديوهات اللي صورتها الأجهزة الأمنية فيما يخص تيغنتورين. أنا أعتقد بأنه هذا خطير جدا، وهذا الملف عنده وهدد به وعرض منه مقاطع في أحد الفيديوهات القديمة ليه، وراكم نوري لكم إن شاء الله لاحقا بعض الأمور من هذا الأمر، رح نحكي لكم بعض الحوايج بالتفاصيل فيما يخص هذا. إذن الذي خطط للعملية الإرهابية وخطط لهذا الجريمة النكراء كان يريد طمس الحقيقة وطمس الأدلة، ما خلوا حتى دليل، ومن بعد خرج لنا الإعلام وش يقول، يعني الإعلام القيادة وكالة الأنباء يقول لك باللي المفاوضات ما حبوش الإرهابيين هذو، ما حبوش في المفاوضات، هما اللي قتلوا الرهائن. سعيد بن زدير يملك الدليل أنه اللي قتلوا الرهائن للأسف الشديد هي طائرات حربية. خليكم تشوفوا هذا الفيديو ومن بعد كنعطيكم هذه اللقطة، هذه لقطة من ربع سوايع، شوفوها ومن بعد كنرجع لكم الطلب نتاعي وشنهي والكلمة اللي حبيت نوجهها للقيادة العسكرية. لا ما تضربش اصبر. بالطاغوت الجزائري الا انا اتدخل ويحكم على الكل بالتفجير. اسمع يا اخي، اسحب جنودك والله نحطها لك عليهم، اسحب جنودك راني والله راني راك تعرف والله نخلص، راني مدودت عليك واحد قرن ثم اسحب جنودك. اسمع شوف جنودك ارموا علينا، هاك فهمتني، جنودك اللي رموا علينا وانا ما لازم نعاقبهم، واللي ما انسحبوش راني نزيدهم، راهم اللي ما انسحبوش راني نزيدهم. لكن انا اللي يهمني امن واستقرار بلادي، لكم قاعدين تلعبوا بيه. اذا الان اعتبروه تهديد او اعتبروه طلب او امر او كما تحبوا. الأدلة عندي ونعطيكم العربون، يا إما أنكم تحلوا المشاكل هذه يا إما محكمة لاهاي بيني وبينكم نتقابلوا في محكمة لاهاي. هذا الشخص لما
تم صارت له مشكل مع واحد رجل أعمال وداله التليفون نتاعو، كي وصلوا للجزائر هذا التليفون أخذوه، أخذوا شخص أعطاه للشرطة. زين الدين بن شيخ هذا مدير الأمن الوطني راح حل هذا التليفون، داه، هناك من يقول حلوا في الخارج وهناك من يقول في الداخل، والأرجح أنه حلوا في الخارج، وهناك من يتحدث عن فرنسا وهناك من يتحدث عن روسيا. المهم طلعوا منه بلاوي نتاع ناس يتصلوا به، وقد ذكرت من قبل بأنه لقوا بأنه ابن شنقريحة وابن تبون يتواصلوا معه، لكن بعدما قلت هذا الكلام اتصل بي مصدر موثوق وأكد لي بأنه أبناء تبون ما عندهمش علاقة به، بل أنهم يعني بلغوا قمة الغضب منه عندما قال من قبل بأنه تبون يهودي أصله يهودي، ومنذ ذلك الوقت وهم حقدين عليه. القادمة مهزلة، والرئيس القادم مهما كان، الرئيس القادم مهما كان هو يا إما تبون يا إما يهودي يا إما بالعيد، هذا ولا راه مرة عليهم البيت صالح، لكن 70% أنا قاعد أشوف أو 80% تبون، لأنه تبون راضي عليه الإمارات وراضي عليه فرنسا وراضي عليه القايد صالح طبعا وراضي عليه نتاع يدعوت أحرمت، وهنا صح يدعوت أحرمت إلى 4-1 خلاص تاع شالون خلاص. الأستاذ الجامعي هذاك بن عقول هو اللي قال بلي تبون من أصول يهودية، أصله من يهود، من يهود كيسم سيلت وسافر وبيض، من شنو قلتها؟ قال أستاذ جامعي حسب كتب التاريخ وش راهو قال نزلت من فيديو. أستاذ جامعي بن عقول يقول بلي تبون من أصول يهود الأقدام السوداء وأصله من كيسم سيلت وهاجروا البيض، إذا ما كانش اللي غلطنا. والدعوة القضائية اللي كانوا الحين ضده خوفوه اعتذر منهم وقالوا له يا خاص ما زدتش تعاود، لكن بالنسبه لي تربوا عليه دعوه في الجزائر او في بريطانيا ومش ساكت، والله ماني ساكت، بنت بوني ويدي ويدي حتى كتبت لنا صاحب الاستاذ راهو غلط ما تغطوش عليه وقلت له قول، لانه انا الكلام هذا انا قلته للاستاذ الجامعي اللي راهو الفيديو موجود. اذا بنت بون من اصول يهوديه من الأقدام السوداء في الجزائر، أصله متسم سيلت هاجر إلى البيض، هو الرئيس القادم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العظمى. والآن يروج هذا المدون الصغير على أساس أن هذه المعلومات جاءت من عند زين الدين بن شيخ، فريد بن شيخ هو اللي أرسل له هذه المعلومات، رغم أنه هذه المعلومات قالها في 2019، وكان بن شيخ أنذاك وصل للشرطة قيادة الشرطة في 2021، يعني سنتين فيما بعد، كيفاش أعطالك هذه المعلومات؟ لا، المهم غضبانين عليه، لذلك ربما موجودة أشياء تم ذكر فيها اسم أولاد تبون لأنه كانوا هناك من يحفر لهم ويرسل بعض الأمور، تم إرسال لهم ملفات، وهذا الشخص ذكر بأنني أنا كنت أتلقى معلومات من فريد بن شيخ، ما عندي به حتى علاقة ولا توصلت معاه حقيقة، كاين ناس ترسل لي في معلومات كاين اللي أخذها بعيد الاعتبار وكاين اللي لا أهتم بيها ولا أتجاهله، عندي أخرى تتعلق بالأمن القومي للحظة هذه ما كشفتهاش وما تحدثتش عليها لأنني لم أرى فيها أي فائدة تنفع المشاهد الكريم، وهي تتعلق بأمور تخص عمل الأجهزة فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيما يخص أشياء أخرى تتعلق بالجوسسة وحرب الاستخباراتية اللي تقوم بها تجاه بعض الأطراف، هذه كلها تجاهلتها وما زالت عندي الرسائل محتفظ بها، ولكن تجاهلتها وتفاديتها لأنه ما فيها حتى مصلحة، ولست هنا كي أكون منبر ليخدم بي فلان ولا علان. فريد بن شيخ هذا لا أعرفه ولا تواصل معي يوما ولا طرف منه تواصل معي، أنا حاط إيميلي وحاط الواتساب نتاعي، تجيني إيميلات من جهات مجهولة أقراها، هناك التي أشم فيها رائحة تصفيه الحسابات أتفاداها، هناك التي أرى فيها منفعة نحاول نتأكد من مصادر أخرى أخذ منها ما أميل إلى أنها صحيحة وبعيدة عن شبهات الكذب، وليس إلا لأنني لست منبر لتصفية الحسابات أو لابتزاز الناس كما يفعل البعض. هذا كان هذا الشخص اللي يتحدث كان يتلقى
من معلومات من عند عبد القادر حداد. ناصر الجن يبعث له، وهو ما يتواصل معه ناصر الجن حقيقة، لا، يبعث له عن طريق أشخاص يبعث له، واليومنا هذا راهم يبعثوا، وعندما وجدوا في التليفون وجدوا بلاوي ستؤدي إلى سقوط رؤوس. هذه الرؤوس راهي فضلت الآن أنها تنهي هذا الملف. الملفت للانتباه أنه مدير الشرطة الجديد هذا جاي ورح يغلق هذا الملف. علاش رح تغلق هذا الملف؟ علاش تغلقه؟ هذا ملف فيه شكاوى، فيه أمر يتعلق بالأمن الخارجي، فيه ناس ترسل في معلومات إلى شخص يقيم في الخارج، يكون صحفي يكون ما يكون، وخاصة لما يتعلق بالأمن القومي، لما يتعلق بالأسرار المهنية، أما المعلومات فيما يخص الفساد أو شيء، هذا الإنسان اللي يخرج هذه المعلومات يشكر عليها، لأنه الجزائريين لو لقاوا الأمان عند الأجهزة والأمان عند دولتهم ما يروح يبعث الفلان ولا علان ملفات الفساد يقول له تكلم لي عليها، لا، راهم احتفظوا بها هما وأدوها للناس المعنيين بالأمر. أنا أقول لكم أنه الآن تم الابتزاز. أنا حسب ما وصلني من معلومات من مصدر أنه جهة اللي تابعة ناصر الجن عبد القادر حداد أوعزت لهذا الشخص بأن يحرك ما لديه من ملفات خلهم له خالد نزار، نعم، ولم يعرضها، ما احتفظ بها لاستعمالها. وعندما حدثت له هذه المشكلة وكان فريد بن شيخ يدفع إلى أنه يكون هذا الشخص في قائمة الإرهاب، كان يدفع إلى هذا الأمر، وأنا لا أرى، يعني أنا شخصيا أني نحكي عليه ودائما يطعن فيي ويتهجم علي، ولكن حقيقة لا أراه يستحق أنه يدرج في قائمة الإرهاب، لا، شيخ إدراج ناس في قائمة الإرهاب بسبب ما يقولون وبسبب حتى أسرار، إذا كان فيه شخص يتحصل على أسرار الأمن القومي ويستعملهم ويبتز بهم هذا ابتزاز، هذا شيء آخر، أما قضية الإرهاب هذا شأن آخر. وكان يعمل من أجل هذا، وكان هذا الملف سيؤدي إلى سقوط رؤوس كبيرة، لكن عندما وصل الملف لتبون، تبون حوله لسعيد شنقريحة، سعيد شنقريحة القاء على حسب المصادر اللي قالت لي أنه القاء بأنه ابن سعيد شنقريحة ابنه يتواصل مع هذا الشخص. لذلك الآن القرار الذي اتخذ أنه أي واحد يتحمل مسؤوليته في التواصل على هذا الشخص وأي واحد يثبت عليه أنه يتواصل معاه سيدفع الثمن، لكن هذا الشخص على حسب المصدر اللي عندي عنده ملف خطير أعطاه له خالد نزار، وهذا الملف يبتز به، لذلك فضلوا أنهم يضحوا ببن شيخ ويجيبوا واحد أخر ويغلق الملف. إذا تم غلق ملف قضية التليفون نتاع هذا المدون الصغير فاعلموا علم اليقين أنه هناك شيء ما تم ابتزازهم به. هذا ما نقله لي هذا المصدر فيما يخص هذا الشخص الذي الآن راهي يصفي في الحسابات نتاعه ويذكر في الأشخاص وكذا وكذا وكذا، ولكن وصلت لدرجة أنه يمسك أشخاص، مثلا المراقب العام عبد الكريم عليلي، أيضا بونانوار عبد الحكيم، هذا أيضا كان مكلف بالإعلام في الشرطة، الآخر راهو مسؤول كبير في الإدارة، وكلهم يذكرهم ويسبهم ويشتمهم وكذا وكذا وكذا، وكله بسبب ملفات عنده. أنت قد تكون مثلا فريد بن شيخ عندما حصل هذا عنده هذا الملف قد يكون تجاوز، من المفروض هذا الملف يتعلق بشخص في الخارج، من المفروض يمر على الأمن الخارجي، لكن على ما يبدو أنه عندما وصل إلى مدير الشرطة، مدير الشرطة قال لك هذا ملف رهيب نمشي به للرئيس مباشرة، ودفع ثمن هذا مشيانه للرئيس، لأنه تبون ما يحمي حتى واحد وما عندوش قدرة حماية حتى أقرب الناس ليه، أولاده راه ما يقدرش يحميهم، يخلوا يحملوا فيهم شنقريحة واللي معاه، هذه هي اللي لازم تفهموها. المهم أنه الآن عندما الأرى هي تحركات في مرحلة معينة عن طريق هذا نتاع الهاتف، وهذه الملف تكشف من هذا الهاتف اللي وصلت حتى التحذيرات إلى إطلاق قناة فضائية من الخارج،
وجاءت معلومات على أنه فيها بعض الدوائر بإعاز من أجهزة أمنية في الجزائر هي التي أرادت أن تمول هذه القناة، وبعد ذلك هو ما صار يظهر عليها والو بعد حادثة التليفون. لا ندري إلى أين ستصل الأمور، هذا لا يهمني، يدير قناة ولا يدير عشرة ولا شيء آخر. وتبون بعد قال أشار في أحد المداخلات أن هناك اللي حابين يديروا من الخارج قنوات ويعطي الفلوس وكذا وكذا وكذا، كانت إشارة إلى هذا الموضوع، لأنه هذاك التليفون كشف بلاوي كبيرة. فتمت التضحية بن شيخ، وهناك من يريدون لملمة هذه القضية. انت تليفون انت شخص كان جابوا واحد وكان هذا يتعرض للابتزاز وما الى ذلك، فيها ناس تتعرض للابتزاز في الجزائر، خليها تروح للقضاء، خلي القضاء يأخذ مجراه. ولكن الشيء الخطير أنه من خلال ما وصلني، وإن شاء الله سنعود في حلقة بالتفصيل نعرض بعض الفيديوهات التي تدل دلالة واضحة أنه هناك في الخارج من يبتز السلطات الجزائرية، وهؤلاء الأشخاص منهم هذا اللي في لندن وآخرين أيضا راهم مازالوا في حكم الخفاء، تم تزويدهم بملفات تتعلق بقضايا في مكافحة الإرهاب، تيغان تورين وغير تيغان تورين، تورط رؤوس كبيرة ومن بينهم الناس اللي يصنعوا القرار في الأجهزة الأمنية الآن، قضايا فيديوهات، قضايا أخلاقية، قضايا تعمال عام وكذا وكذا وكذا، وكل هؤلاء جميعا راهم تحت الضغط، لذلك لا سبيل لهم إلا أنهم يلملموا هذه القضية ويسكتوا عليها وينهوها بهذه الطريقة، حيث تنتهي برحيل الشخص الذي يعني فتح الملف وطلع منه هذه البلاوي.